أتمنى الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية موجة من التحريض، فهي القناة التي فتحت أبوابها على مصراعيها للإرهابيين ومقدمة سلسلة من الأكاذيب عبر برامجها المختلفة. وتتبنى القناة سياسات داعمة للإرهاب في المنطقة، مما يشكل تهديدا للأمن العربي في ظل إفساح القناة المجال للأفكار والقيادات الإرهابية للظهور وتقديمها للرأي العام العربي. جاهزة جاهزة. دخل العشة وقال لي أنا ديك البراري. إيش معنى؟ وريني يا أخوي، أنا عايزك تزعزع استقراري. أنا عشتي دايما مفتوحة الأبواب. إيش معنى؟ تعال يا حبيبي وأنا أوريك معنى الإرهاب. ديكي بيكذب وحالته خطيرة. إيش معنى؟ طلع شغال مع قناة الجزيرة. جاي يقول لي أنا جامد ولعيب. إيش معنى؟ قلت له يا خيبتك كل دي أكاذيب. تمومة راح يتعالج في القاعدة الأمريكية. إيش معنى؟ طلع عنده عطل في جزيرته القطرية.